حضرتك اصلا مش تاجر، انت اصلا تعليمك. انا الحقيقه اشتغلت مقدم برامج الاذاعه والتلفزيون ما شاء الله. الله اشتغلت مدرس لغه انجليزيه، وبعدين بقى لي 30 سنه او 32 سنه مرشد سياحي. مرشد سياحي لكن المهنه لابد نتوارثها ولو بالعلم والتجربه والممارسه، عشان نورثها للي بعدنا، عشان نحافظ على استمراريتها. انت بتتكلم لغات ايه يا عم سعد؟ والله كنت بتكلم انجليزي، فرنساوي، ايطالي، بعض الاسبانيه، بعض الالمانيه، طبعا عشان قعدت 25 سنه بمارس الارشاد بالانجليزي بس كتر الاعداد، فبقيت اللغات التانية صدت شويه، عايزه شويه تلميع. لا بس يعني. لو شويه تلميع كده. ايوه طبعا. في مكسب في البلح يا عم سعد؟ طبعا في مكسب. مش هنضحك على بعض. وليه نضحك على بعض؟ بنعمه ربنا في حد. مكسب كبير كمان. بس هو مكسب تجار البلح، اصحاب الشون الكبيره في العموله، مش في تجاره البلح كصنف. يعني ايه؟ بمعنى ايه؟ ان العميل بتاع اسوان صاحب الارض والزرع والمنتج عشان يبيع بلحه بياخد فلوس من التاجر مقدم عشان يجمع المحصول، ولما يجمع المحصول بيجيبه عشان يبيعه في الشونه، فانا كصاحب شونه باخد عموله على كل شوال نازل عندي. الشونه اللي هي الحته اللي بيفردوا فيها. تمام، اللي ببيع فيها. فاللي بيحصل مثلا جاب 1000 شوال، انا ليا مثلا عموله على كل شوال 50 جنيه. إذا إجمالي عمولتي 50,000 جنيه. ماشي. يضاف إليها اللي هو سحبه مني اللي سالفه بقى، دافع 10-20 بيبقى التوتال أنا ليه 60-70 من البيع بتاع البلح، بخصم المبلغ بتاعي وبديله هو الباقي بتاعه كسبان ربحان. وأحيانا أنا كصاحب شونة بشتري المحصول لنفسي وبيع بقى فيه حسب ما ربنا بس بيكون العميل كسبان برضه. طب ولادك بيشتغلوا في نفس المهنة يا عم؟ لا والله أنا ابني كان يجي يساعدني أحيانا، لكن هو شغال محاسب شركة سياحة، السنة دي ما جاش، وما اعتقدش ان هو غاويها قوي يعني. مش غاويها قوي يعني. لكن انت غاويها. وان كان هيمارسها فيما بعد غصب عنه. ما هو محاسب وبعدين سياحي، ما انت ما ينفعش تورثه كل حاجة، ما انت ورثته السياحة اهو. وهيورثها برضه كل غصب عنه هيمارسها برضه، لأن هو هيضطر، هو هيدير العين ازاي؟ ما هيضطر انه يتعامل مع عين. يعني ايه يا عم؟ المكان، المحلات يعني. اسمه عين. المحل بنسميه العين، عشان كده لما كنا نقول الناس دي من الاعيان يعني اصحاب محلات. فعلا؟ دي بقى تخصص الاستاذه ساميه الاتريبي الله يرحمها. الله يرحمها. بس انا كنت فاكره ان الاعيان هم ملاك الاراضي من الاعيان، والزوات هم الفرنساوي وبيانو. لا هم الاعيان اصحاب الاراضي والمحلات، ما هو اراضي بما عليها من مباني. مظبوط. عم سعد، بصفة حضرتك من زمان قوي هنا وكمان كمرشد سياحي، السوق هنا ليه تاريخ كبير يعني طبعا. منطقة شبرا، منطقة رود الفرج، والسوق وسوق الغلال، تقدر تقول لي ايه عنه؟ هقول لحضرتك حاجة بسيطة كده أبدأ بيها الرد على سؤالك. تتعرفي حضرتك إن الشارع اللي جنب مبنى الإذاعة والتلفزيون اللي مسمينه شارع ماسبيرو هو اسمه الأصلي شارع ساحل الغلال؟ ساحل الغلال. شارع ساحل الغلال، واليافطة موجودة حتى الآن. صحيح. والسوق بتاع الساحل ده ما كانش هنا بس، كان ممتد من هنا إلى ساحل أثر النبي. أثر النبي؟ ساحل أثر النبي في مصر القديمة. اللي هو هناك خالص. اللي هو في مصر القديمة. وده كان بيعتبر الميناء بتاع منطقة رود الفرج وأغلب القاهرة فيما بعد، لأن المراكب كانت بتيجي وبترسو هنا من إبلي ومن بحري. جاية بقى من إبلي ومن بحري. وتفرغ بضاعتها هنا على طول الخط ده من هنا لغاية ماسبيرو، وبعد كده امتد من ماسبيرو لغاية مصر القديمة والمعادي. طب بقول لك يا عم سعد، ما دام أنت دلوقتي هتعلمني عشان ما يضحكش عليا. لا العفو. أنا عايزة بقى، لأني البلح ده 100 صنف و100 لون، وده ب 15 وده ب 12 وده ب 13. عايزاك تفرجني الشويلة كده وتقولي ده الصنف ده اسمه كذا وده بكذا. هقول لحضرتك على الاسماء التجاريه الصرفه اللي هو دي اللي هي الاسماء الاصليه للبلح. أيوة. والاسماء التجاريه اللي احنا بنعمل الدلع بقى. واتفضلي حضرتك اقول لك الانواع والاشكال. يلا يا عم سعد. اتفضلي يا فندم.